الوباء الكبير. دي كويسه النقطه اللي حضرتك اثرتيها دي، نوضح للناس. هو نعم. كلمه الوباء الكبير او ذا بيج ون هو لفظ بيستخدم بقاله كتير. منظمه الصحه العالميه كل سنتين ثلاثه بتقول ان احنا هيبقى في وباء كبير ممكن يطيح او يهدد البشريه. تمام. من اسبوعين بالظبط طلع عالم في امريكا، واحنا مهم بقى نتتبع الاصل بتاعها جه ازاي. بالظبط. قال انا بدرس دلوقتي مجموعه الفيروسات معينه من عيله واحده، هم 75 فيروس، منهم نيبا ومنهم الحصبه ومنهم حاجات كتير. فقال تخيلوا لو احنا مثلا حصل طفره واختلط فيروس نيبا اللي هو وفياته 75%، يا خبر ابيض، ولكن انتشاره قليل، مع فيروس الحصبه اللي هو اعلى انتشار في العالم ووفياته قليله، لو اختلطوا مع بعض وعملوا فيروس كبير ده هيبقى ذا بيج ون، ده الوباء الكبير. الراجل بيقولها ايه افتراضيا، وكان قاعد مع الديلي ميل، كان قاعد في حوار صحفي تمام. في الديلي ميل. تاني يوم جرايد العالم كله الاجنبيه والعربيه انتظروا الوباء القادم. انا كل شويه حد بيكلمني يقول لي هو اعراضه ايه بالزبط. وكم حاله رصدت، اللي أي. هو ما فيش حالات. أي. هو الراجل بيقول يعني مثال افتراضي، ولكن لا يوجد ورقه علميه اصلا تقول ان الفيروسين دول ينفع يتحطوا مع بعض الا بطريق صناعي. تمام. مفيش اي صناعي، تصنيعي، تصنيعي يعني تصنيع، وده وارد، وده وارد جدا، ولكن على سبيل الطبيعه ده ما حصلش وما بيحصلش. وهو الراجل بيقول انا عايز من الاول نبقى بندق ناقوس خطر، ان احنا عايزين يبقى عندنا استعداد لاي وباء قادم. وحط شويه شروط اللي هي نفس شروط منظمه الصحه العالميه، ان احنا نمنع التداول للحيوانات البريه مثلا، ان ما ناكلش ولا نتعامل مع حيوانات بريه زي ما بيحصل في الصين، ان ما يبقاش في تصحر، ان انا ابتدي اطرد من الغابات الحيوانات البريه اللي موجوده واسكن مكانهم. تمام. ان انا ابتدي يبقى عندي صحه عامه بتدرس في المدارس عشان الناس تبقى عارفه التعامل ازاي لو جاله اعراض يعمل ايه وهكذا. لكن هل في وباء كبير؟ مفيش، عشان الاشاعه دي يعني كترت بطريقه رهيبه في العالم كله على فكره، مش في مصر بس. هرجع لفكره تخليق كورونا، وفي ناس اشتغلت كتير على مستوى العالم. ده حقيقي. هل وارد انه يبقى كوفيد واخواته من اول ما طلع مخلق؟ هل وارد؟ احنا طبعا في العلم ما نقدرش نقول 100% لا او 100%، نعم. بس هو اغلب الظن، بس ان هو طبقا لما سبق نقدر نقول، يعني طبقا لكل المعطيات، احنا ما فيش حاجه تم توثيقها ان هو مخلق. تمام. احنا متفقين انه مفيش دليل، مش هيتم التوثيق. التخليق ليه كذا ليفل، هو ده بقى المهم. يعني في ليفل ان انا ابقى عملت من الاصل حاجه مش موجوده تماما، تمام، وده سهل اكتشفها، فده ما حصلش. تمام. ولكن ممكن ان انا يكون عندي فيروس موجود في الطبيعه وانا بدرسه وهو نادر الوجود، وهو موجود عندي في المعمل، بالتالي انا نشرته، فساعتها هو برضه يبقى شبه مصنع، لان انا جبت فيروس في العادي مش المفروض ينتشر، وخليت راكب ممكن يركب طياره يلف 3 4 مطارات بقى موجود في خلص. العالم كله خلص خلاص. وده اللي اتحط كافتراض ينفع يدرس، وده اللي كانت راحت منظمه الصحه العالميه تدرسه لما راحوا بعتوا لجنه التفتيش في ووهان. نعم. كان مينلي عشان الموضوع ده، ان هم يشوفوا هل ده كان فيروس تم نشره عن طريق البشر. تمام. لكن هل تم تصنيعه من البدايه؟ لا. طيب سؤالي الاخير، بيل جيتس كان صرح من فتره وانا استغربت بانه في فيروسات اخرى قادمة، ده اثناء كوفيد. ايه العلاقه دكتور اسلام بين بيوت المال والحرب البيولوجيه؟ تمام. لو اتكلمنا على تصريح بيل جيتس بالذات، هو بيل جيتس وحاليا في جوه منظمه الصحه العالميه من اسبوعين تم انشاء اللجنه اللي بتقي من الاوبئه القادمه. هما الاثنين بينتهجوا نفس السياسه الصحيه بالظبط، ان ده مش الوباء الاول ولا الاخير، احنا كل 100 سنه بيجي على الارض وباء، وغالبا بسبب ان احنا في تسارع في كل المعطيات بتاعه الاوبئه، هو مش هتبقى 100 سنه، الوباء هيبقى قريب جدا نتيجه ان حركه التنقل بين الدول عاليه اسرع، وده اول حاجه بتنقل الاوبئه. تاني حاجه حركه التعامل ما بين الحيوانات كثيره، بين الحيوانات وبعضها مش بين الحيوانات والبشر. يعني احنا كان عمر ما هيبقى فيه خفاش وخنزير وتعبان في حته واحده، صحيح، دلوقتي بقى موجود. أي. وكل كائن حي عنده فيروساته اللي مش المفروض يعدي كائن حي تاني. أي. عشان ما بيشوفوش، يعني في علاقه، في علاقه قويه ما بين بيوت المال وما بين الـ 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 الامراض البيولوجيه. نوصل لدي باول ما يبقى في الفلوس بتزيد في العالم كله، الامراض طبعا هتزيد، التعامل نفسه هيزيد. ولكن هو السؤال اللي اتحط ولحضرتك يعني برضو عايزه توصلي له، هل في علاقه ما بين
ان ده ممكن تكون فيروسات مخلقه. أيوة. نتيجه تغيير في الخريطه الاقتصاديه. أيوة. للعالم. أيوة. في المستقبل ولا لا؟ ده حتى الان هو افتراض بيتم دراسته تحت الدراسه. تحت الدراسه. تحت الدراسه. لكن ما فيش عليه تقريبا تاكيد. لكنه تحت الدراسه. وهم لما بيحبوا يخلوا حاجه تحت الدراسه يطلعوها صح بيطلعوها، انا بقول هو بيضحك. ولما بيحبوا يلغوا حاجه بيلغوها. تشرفت بيك دكتور اسلام علاء. شرف ليا. شرف ليا. شكرا. شكرا حضراتكم، اشوفكم بكره على خير. مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.